هندخل على اخر حاجة وهي الانفنتوري. الانفنتوري زي ما اتفقنا ان هي تحتيها حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجة الفرودلنت فاينانشال ريبورتنج ريسك والورنينج ساينز اوف انفنتوري فرود. هنبدأ نمسك كل واحدة زي ما تعودنا في الباقي. اول حاجة هي الفرودلنت فاينانشال ريبورتنج ريسك. يعني ايه؟ يعني باختصار هنا انا ببدأ اعمل فيريفيكيشن للانفنتوري، ببدأ انزل بقى اللوكيشنز بتاعت الانفنتوري او المخازن نفسها وابدأ اشوف هل فعلا الانفنتوري ده اللي متسجل موجود ولا لا، هل المخازن دي فيها فعلا واعمل جرد كده فيها انفنتوريز ولا لا، وهكذا. امسك سامبلز بقى، اختار مخزن معين. طبعا مش راح اقول للكاستمر او مش راح اقول للشخص اللي انا رايح اعمل له اوديت او رايح ادور اذا كان بيعمل فرود ولا لا، راح اقول له انا نازل اعمل في المخزن كذا، راح ادور فيه عن في انفنتوري ولا لا. ليه؟ لان انا لو قلت له على المكان اللي انا هروح انهي مخزن هروح اعمل فيه جرد، اكيد ممكن يعمل ايه؟ ممكن يبعت انفنتوري من شركه تانية او من مخزن تاني هناك في المكان اللي انا رايح اعمل جرد، وبعد ما اخلص جرد يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل له ترانسفير ويحوله ويروحه تاني زي ما كان، صح؟ فالفكره كلها الفرودلنت فاينانشال ريبورتنج ريسك، ان انا هنا ببدا انزل بقى، ببدا اعمل فيريفيكيشن للاكزيستنس بتاع الفيزيكال انفنتوريز، هل فعلا الانفنتوريز دي موجوده ولا لا. تمام. طيب تاني حاجة هي الورنينج ساينز اوف انفنتوري فرود. ايه هي الورنينج ساينز اوف انفنتوري فرود؟ اتفقنا الورنينج ساينز اللي هي الغمازات، بيغمزوا لنا. يعني ايه بيغمزوا لنا؟ في ارقام كده بتغمز لنا. ايه الارقام اللي بتغمز لنا؟ الانيتيكال بروسيجرز. يعني ايه الانيتيكال بروسيجر؟ بتبقى ارقام كده زي ما قلنا فاكرين، اللي هي كان في الريفينيوز كان كاونت ريسيبل تيرن اوفر. طب هنا في الانفنتوري هيبقى الانفنتوري تيرن اوفر. الانفنتوري بيخش ويطلع في خلال قد ايه؟ والله انت بتقول عندك كوست اوف جود سولد برقم 10000 جنيه، فعلا في انفنتوري تيرن اوفر يناسب الرقم ده ولا لا؟ تمام. كمان في حاجه اسمها فيكتيشس انفنتوري. عرفنا خلاص يعني ايه فيكتيشس، اللي هي حاجات وهميه، انفنتوري وهمي. والله لو انت رحت سجلت فيكتيشس انفنتوري اندر ستيت كوست اوف جود سولد، يعني رحت سجلت انفنتوري بيقلل الكوست اوف جود سولد، ده معناه ان انت هتعمل اوفر ستيت للجروس بروفيت مارجن، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ده هيوصل معاك الريفينيو بتاعتك او النت بروفيت بتاعك هيبقى عالي. طيب عشان اوصل واكتشف الفيكتيشس ده هعمل ايه؟ ادور على الانفنتوري تيرن اوفر، لان انا هلاقي ان الانفنتوري تيرن اوفر اكيد هيبقى قليل. ليه؟ لان مفيش انفنتوري خرج ولا دخل، وبالتالي لان انت مسجله اصلا فيكتيشس حاجه وهميه، فازاي هيبقى فيه انفنتوري تيرن اوفر؟ تمام كده. يبقى الفكره في الورنينج ساينز هي عباره عن ايه؟ انيتيكال بروسيجر. بنتكلم على الانفنتوري دلوقتي. انيتيكال بروسيجر، الانيتيكال بروسيجر هتقدر منها من خلالها احدد الجروس بروفيت مارجن او الجروس مارجن برسنتج، وكمان هقدر برضو اشوف الانفنتوري تيرن اوفر عشان اقدر اكفر او اعمل اقدر اشوف الانفنتوري تيرن اوفر او الانفنتوري فرود اللي حصل عندي في الشركه. وكمان قلنا الفكتيشس انفنتوري، لو انا مسجل الفكتيشس انفنتوري، مسجل انفنتوري عشان يعمل لي اندر ستيت للكوست اوف جود سولد، يقلل لي الكوست اوف جود سولد، ايه اللي هيحصل؟ اكيد الجروس مارجن هيزيد، الجروس مارجن بتاعها هيزيد. بس هخلي بالي من حاجه مهمه جدا ان انا عندي لوور انفنتوري تيرن اوفر. يعني انا عندي انفنتوري تيرن اوفر قليل، طب ازاي ده حصل وانت في نفس الوقت بتقول ان عندك انفنتوري حصل بكذا؟ صح، ده كله هقدر اشوفه من خلال الانفنتوري تيرن اوفر. كده احنا في الشابتر ده، علشان هرجع كده بسرعه، احنا عرفنا ان في عندي ريسك اوف فرود، وتاني حاجه السبيسيفيك فرود ريسك ارياز. الريسك اوف فرود بيتقسم لثلاث حاجات، التايبس اوف فرود ودول اتنين، وعند الكونديشنز ودول ثلاثه، اللي اصلا الكونديشنز دي اللي بتسبب حدوث التو تايبس. تمام. بعد كده عرفنا ان انا عندي ريسبوندنج، مش هسيب الفرود واجري، صح. اخر حاجه وهي السبيسيفيك فرود اريا، اتفقنا ان هي بتقسم لحاجتين، سهلين جدا، لوجيك اللي هي اول حاجه الريفينيوز اند اكاونت ريسيفبل، والثانيه هي الانفنتوري. وبكده نكون خلصنا الشابتر، وحاجه واحده بس اللي هقولها بعد ما خلصنا الشابتر ده. انا الاوان الان سنثبت اننا الامهر في السباق بعزمنا اصعبها المترجم.